كوني حلوين، ان شاء الله منيح، ان شاء الله بخير. كيفك انت؟ كيفك انت؟ مستعدين لحلقه جديده؟ طبعا. بس قبل ما نبدا بحلقتنا خلونا نستمع للاغنيه. هيا يا امي امي هالامي، هي تطعميني فطيره اللحم. اللحم مفيد والفول حديد، وجسمي بحاجة لكل جديد. ماذا عن الخضار والجزر والخيار؟ فالأول دواء للنظر، والثاني من أليافه نفيد. هيا يا أمي أمي أطعميني، كل ما هو مفيد كل ما هو جديد. جاهزين لقراءة النص؟ بدي منكم تنتبهوا لمخارج الحروف جيدا، وللحركات، وطبعا للشدة، لأنه النص فهمتوه صرتوا تعرفوه كتير منيح. يلا هيا بنا. قرية نملة، قروا معي. قرية نملة. قرية نملة كبيرة تعيش فيها آلاف آلاف النمال، فهي تشبه من الداخل القرية العادية، فيها المنازل والدهاليز والمخازن. تعيش فيها الملكات والذكور والعاملات. النملة ذات قوائم ست ومجستين في الرأس، تستعملهما للشم واللمس والذوق، فيتعرف بعضها إلى بعض. الملكة أكبر النمال حجما، تبقى في عشها لتبيض، فيما العاملات تجلب لها طعاما وترعى البيوض، كما أنها تختلف عن النمال العاملة في أن لها زوجين من الأجنحة. رح نعيد قراءة النص، انتبهوا وقروا معي. قرية النمل. قرية النمل كبيرة تعيش فيها آلاف آلاف النمال، فهي تشبه من الداخل القرية العادية، فيها المنازل والدهاليز والمخازن. تعيش فيها الملكات والذكور والعاملات. النملة ذات قوائم ست ومجستين في الرأس، تستعملهما للشم واللمس والذوق، فيتعرف بعضها إلى بعض. الملكة أكبر النمال حجما، تبقى في عشها لتبيض، فيما العاملات تجلب لها الطعام وترعى البيوض، كما أنها تختلف عن النمال العاملة في أن لها
زوجين لنا الأجنحة. قريتوا معي؟ أحسنتم القراءة؟ طبعاً. ما تروحوا المطرح لنكفي بعد الفقرة التالية. قرية النمل. قرية النمل كبيرة تعيش فيها آلاف آلاف النمال، فهي تشبه من الداخل القرية العادية، فيها المنازل والدهاليز والمخازن، تعيش فيها الملكات والذكور والعاملات. النملة ذات قوائم ست ومجستين في الرأس، تستعملها للشم واللمس والذوق، فيتعرف بعضها إلى بعض. الملكة أكبر النمال حجماً، تبقى في عشها لتبيض، فيما العاملات تجلب لها الطعام وترعى البيوض، كما أنها تختلف عن النمال العاملة في أن لها زوجين من الأجنحة. جاهزين لهالتمرين؟ شوفوا شو بقول. اكتبوا حرف الدال بالشكل المناسب. تذكروا الدال في عندها شكلين للكتابة، إما مستقلة أو تمسك يد من قبلها. أول كلمة دب. دب كيف نكتب الدال بكلمة دب؟ طبعا مستقلة. دب دب. مدرج مدرج. وين شايفين الدال؟ بالوسط، مد ايدها للميم. مدرج. مطرح ما بيقعد الجمهور ليشاهد المباراة. ثالث كلمة ديكن. ديكن عم نسمع صوت الدال بالأول، مش ماسك ايد حدا، مستقلة. ديكن ليه؟ لأنه ما بتمد إيدها للي بعد الدال، بتمد إيدها للي قبلها. سنديان. شفتوا السنديان؟ سنديان شجر كتير قوي. سنديان كيف بنكتب الدال بالسنديان؟ مد إيدها للنون، لأنه النون حرف وصل، يعني فيها توصل وتمد إيدها للي بعدها. منتابع لحتى نميز كتابة حرف الزاي، إما بهذا الشكل أو بالشكل الآخر. أول كلمة زرافة. زرافة. زين قاعدة لحالة، إذا حرف الزاي قاعد مستقل. منازل. منازل كمان قاعدة لوحدها. كلمة زرافة ومنازل مش ماسكة زي ايد حدا. ليه؟ ليه؟ لأنه اللي قبلها بالزرافة ما في حدا قبلها، لذا هي أول حرف. وبمنازل شو في قبلها؟ في قبلها الألف يلي ما بتمسك ايد اللي بعدها. بعدين دهليز. زي شبهة ماسكة ايد اللي قبلها، إذا بكتبها بالشكل ثاني. زريبة. زريبة بأول الكلمة مش مد إيدها لحدا، لأنه من بعد في حرف الراء وقبلها ما في شي. هلا بدنا
نجرب سوا نحط ال بعد قبل كل كلمة. أول كلمة ماء، بدي أدخل ال على كلمة الماء. وسأجري التعديل اللازم. شو يعني؟ يعني إذا في عندي شدة لازم أكتبها، مش لازم ما أكتبها، لازم انتبه. ليه؟ لأنه الشدة بتدل على أنه هذا الحرف هو حرف بصوت عالي شمسي. طبعا أول كلمة الماء، الماء. نسمع شي صوت الشدة؟ طبعا لا. فإذا حط ال وبكتب الماء، إذا الماء ما بحط شدة. مبرات، المبرات. كمان عم بسمع شدة؟ هلا المبرات. المقلمة اللي بتحطوا فيها ليمكن، طبعا المقلمة. كمان ما عم بسمع انه في شدة. اللعبة اللي بتلعبوا فيها، اللعبة. انتبهوا منيح شو عم نسمع، اللعبة. ال، شوفوا ال، رح قسمها، شوف كيف دخلنا ال. لعبة، حطيت شدة هون، لاحظتوا علام؟ ليه؟ لأن اللام هو حرف شمسي. كوب، الكوب. ما دخلت شد ليه؟ لأنه الكاف هو حرف قمري. الدفتر، دفتر، الدفتر. عم نسمع الشدة؟ طبعا الدفتر. حط الشدة على الدال لأنه الدال هو حرف شمسي. خلوكن معي وما تروحوا لمطرح لنتابع مع التمارين التانية. التمرين التالي شو بقول؟ ألفوا جملة جميلة من أول كلمة حشرة. تذكروا منيح عن مين كنا عم نحكي بالسابق؟ حشرة. شو يعني حشرة؟ يعني حيوان صغير كتير، أوقات بيكون كبير، بس إجمالا الحشرة بتكون صغيرة الحجم. حشرة، عن مين كنا عم نحكي؟ إنه هي حشرة شو؟ ذكية ونشيطة، تعمل ليلا ونهارا لتؤمن قوتها. شو أقولكن عن مين حشرة؟ النملة. طبعا يلا فكروا معي، النملة شو هي؟ حشرة. عظيم. إذن النملة حشرة، وصفوا ليها. كسولة؟ لا، نشيطة طبعا، وذكية. شو بتعمل؟ تشتغل ليل نهار، تعمل ليلا ونهارا لتؤمن قوتها. ليه؟ تعرفوا ليه؟ لأنه تتحط هالقوت بالمخازن، وبالمخازن تحتفظ بالقوت لأي أيام؟ لأيام الشتاء، لأنه النمل أكتر شي بيقدر يظهر ويروح ويمشي بأيام الصيف لما تشوي بالدنيا. بأيام الشتاء ما منشوف نمل كتير. ليه؟ لأنه النمل بحب الحرارة، بحب الصيف. فإذا يلا تشوف تنكتب النملة، قولوا معي، حشرة ذكية ونشيطة. اكتبوا هالجملة معي، النملة حشرة ذكية ونشيطة. تاني كلمة هي جذع. جذع، جذع شو؟ الشجرة.
من شوي فرجيتكن شجرة السنديان. جذعوا شجرة السنديان يكون قويا صلبا قاسا، يعني قاسي. يصمد بوجه الريح، شجرة السنديان قليل ما تشيلها الريح، ما فيها ليا الريح لأنها قوية كتير. يلا ألفوا معي جملة بكلمة جذع. جذعوا شجرتي شو؟ السنديان قوي وصلب. شو يعني صلب؟ قاسي كتير قوي. اكتبوا معي جذعوا شجرتي السندياني قوي وصلب. قوي وصلب. هلا في هيدا التمرين يلي لازم تعرفوه دغري، فكروا شوي اكملوا. في قريتي نملي، تذكروا منيح، دهاليز دهاليز. وماذا؟ دهاليز. وشو كمان؟ وين بيعيش النمل؟ بمنازل. إذن دهاليز ومنازل. وماذا أيضا؟ بتحط فيه القوت، بتخزن القوت يعني الطعام فيه، بتجمع الطعام فيهن في المخزن. بالجمع كتير مخازن. إذن دهاليز دهاليز ومنازل ومخازن. اكتبوا معي ومخازن. للنملة شوفوا منيح هون قوائم. للنملة كم إجر عندها؟ مين بيتذكر بيناتكن؟ أنا بقول أربعة. أربعة؟ لا أكيد لا. للنملة ست. للنملة ست قوائم. هون فكروا مني. للملكة اثنان من الأجنحة. كيف هال الملكة اثنان من الأجنحة؟ ما النملة عندها جناحين. وللملكة مش الملكة كمان عندها جناحين؟ كلا. شو عندها الملكة؟ تذكروا منيح. للملكة زوجان اثنان من الأجنحة. شو يعني زوجان؟ يعني اثنان واثنان بصيروا أربعة. فإذا للملكة زوجان اثنان من الأجنحة. تعبتوا؟ أكيد لا. نتابع مع الفقرة التالية. دودة زيز دائرة زورق زريبة. أحبائي أنا حضرت قدامي رسم للنملة. أنتو فيكن تاخدوا حيالة ورقة وترسموا قدامكن نملة. يلا بلشوا رسموها معي. أولا بلشوا رسموا الرأس، خططوا قدامكن بحيالة لون بتريدوا، أنتو اختاروا الرأس
بعدين شوفوا، طبعا هيدا رسم للنملة يعني مش انه نملة حقيقية. بعدين رسموا المجسّتين وين بيكونوا؟ فوق الرأس دغري. رسموا المجسّتين. وكمان فيكن ترسموا بهالطريقة مثل ما أنا لتوصلوا للقوائم. خططوها. نخططها ونرسمها لحتى تبين نوعا ما نملة. منتابع تبين القوائم منيح. بعدين نكفي مع الأجنحة. هون نرسم زوجين اثنين من الأجنحة، أو يكون لا زوجين اثنين، لأنه عن مين عم نحكي؟ مين شو رسمنا؟ أي نملة؟ النملة العادية؟ كلا، ملكة النمل. فيكم تكتبوا قدامكم فوق بالأعلى مثل ما أنا كتبت ملكة النمل. وهلا بدنا نبدأ بتفصيل أعضاء، بعض الأعضاء من جسمها. أولا فوق شو في عنا فوق راسها؟ مين بيتذكر؟ في مجسّتان. اكتبوا معي مجسّتان. مجسّتان. وهيدا شو؟ رأسها، الرأس. الرأس. وهول شو؟ شو منسميون؟ القوائم. طبعا القوائم. وهون شو في عندي؟ جناحان لملكة النمل. شو عندي؟ عندي كم جانح الملكة عندها؟ للملكة زوجان اثنان من الأجنحة، يعني مش اثنين، أربعة. فإذا هون نكتب الأجنحة. وهيك منكون كتبنا أعضاء، بعض الأعضاء من جسم النملة. وانتو فيكن تتسلوا بالبيت وتلونوها باللون اللي تختاروا تتسلوا فيها وبتلونوها. أما هاللقاء أحبائي. أنا النملة أعمل ليلا نهار، أنا النملة رمز الكد، أجمع أكلي بعد الجهد ليكون قوتي وقت البرد. أنا النملة رمز الجد. أنا النملة أعمل ليلا نهار، أنا النملة رمز الكد، أجمع أكلي بعد الجهد ليكون قوتي وقت البرد. أنا النملة رمز الجد.